السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب صبايا. ما نقدر نقرأ اليوم إن شاء الله، راح نكمل الجزء الأخير للشابتر الأول. يعني ممكن الفيديو حيكون شوي قصير بحيث ننهي الفصل الأول ونفوت في الفصل الثاني من المادة تبعتنا. بعدك بضل عندنا الشابتر الثالث، بعد كده بنفوت إن شاء الله إذا كان في متسع بالأوبن كارد. آخر محاضرة لنا أو الفيديو السابق تعرفنا على الكاركترستيك أو شو هي الخصائص تبعت الكاستمر أو السوشيال كاستمر أو الديجيتال كاستمر، التنين لهم نفس المفهوم. وشفنا قديش إنه عالم الديجيتال وعالم الأي تي لما دخل عنا في الواقع الاقتصادي وأعطانا المفهوم الجديد اللي هي الإلكترونيك كوميرس أو الإي كوميرس، شفنا كيف تغيرت اهتمامات ورغبات وخصائص الكاستمر العادي. صار يدور على نقاط جديدة، صار يحب يتأكد من كتير جزئيات في الآيتم أو البرودكت قبل ما إنه يقوم بعملية الشراء أو عملية البيع. في عنا البيزنس موديل. البيزنس موديل شباب اللي هو النموذج الأعمال. أي organization في الدنيا موجودة عندنا، أي مؤسسة، أي في أي عملية transaction، أي عملية تبادل بتصير، في إلها بزنس موديل بيحكمها. فالإي كوميرس زي أي عملية تبادل على أرض الواقع برضو إلها بزنس موديل عشان يحكمها. A method of doing business by which a company can generate revenue to sustain itself. بزنس موديل شباب صبايا لما بتيجي اي مؤسسه او اي اورجنايزيشن، حتى السوبر ماركت، حتى المحل البقاله الصغير، لازم يكون عامل بزنس موديل لإله. شو يعني البزنس موديل؟ يعني كيف انا بدي احافظ على الريفينيو، كيف بدي احافظ على الريفينيو او العائدات او الايرادات او الارباح، تمام، انها تضلها تعود على الشركه تبعتي لحتى احافظ على مستوى مستقر في المادة الخاص فيها. حكينا أن البزنس موديل اللي هي الاستراتيجي اللي لازم تمشي عليها الشركة أو المؤسسة الخاصة بحيث أنها كيف تعمل عملية جنريشن للريفينيو، للعائدات أو للإيرادات بشكل مرضي لإلها. يعني قديش مستوى الريفينيو اللي بدها ترضى فيه الكمباني أو الشركة بحيث إنه تقول إن أنا وصلت للحد الثبات، لحد الاستقرار، تمام، لحد الاستقرار. طبعا إحنا بنعرف دائما إنه الأرباح بدها تكون بترجع رأس المال، بالإضافة إنه بتزيد هامش الربح بحيث إنه تقدر تفوت في نفس العملية التجارية مرة تانية. طيب شوف components of business model في حالة الإي كوميرس. هلا اللي صارت موجودة عندنا customers and value proposition. الزباين الموجودين عندنا برضه بيعتبروا من الريفينيوز. كيف انا لما بدي اخدم 10 زباين انا بربح مبلغ وقدره، بس لو بدي اخدم 100 زبون فانا بربح مبلغ مضاعف. فعشان هيك الكاستمر يعتبروا من ضمن الريفينيوز الموجودين عندنا. البرودكتس اند سيرفيسز، الخدمات المنتجات تبعتي اللي انا بدي اقدمها في الكمباني، شو نوعيه البرودكتس والسيرفيسز اللي انا لازم اقدمها بحيث انه تعطيني ريفينيو كويس ويكون مرضي للشركه. كمبانيز جروث استراتيجيز، لازم البزنس موديل تبعنا كمان يكون حاطط استراتيجيات معينه لعمليه النمو وكيف المتجر تبعي او الشركه تبعتي بدها تكبر. بزنس بروسيس، كيف اليات العمل داخل الشركه وعمليات التبادلات الموجوده عندي والديتيلز هاي كلها. ريسورسز، المصادر تاعت الشركه، مباني، اجهزه، معدات، وسائل نقل، موظفين، كلهم هدول يعتبروا ريسورسز. سبلاي تشينز، الشحن، سبلاي تشينز او الـ الـ اللي هي عمليات الشحن والتوريد والاستيراد اللي بدها تصير عندي للشركه. الفاليو تشين، قديش بده يكون هذا الموضوع مكلف، قديش بده يكون الموضوع مكلف وقديش بده يكون بيعود كمان على الشركه بجزء او هامش من الربح. هذه هي النقاط اللي لازم ناخذها في عين الاعتبار او الكومبوننتس اللي لازم تكون واضحة بالنسبة لنا لما نيجي نحكي على البيزنس موديل، سواء كان لكمباني موجودة على أرض الواقع أو عم نحكي إحنا عن متجر إلكتروني أو شركة إلكترونية. في كتير شباب صبايا متاجر بلشت عن طريق صفحات الفيسبوك، عن طريق الابليكيشن، بعدين صارت عبارة عن متاجر ومؤسسات شركات موجودة على الأرض الواقع. الإلكترونيك كوميرس بزنس مودلز، حكينا إنه أهم شغلات لازم تكون موجودة فيه ريفينيو مودلز، لازم يعرف كيف بده يصير في عندي إيرادات وتصدير إيرادات وأرباح تعود للشركة.
value of a proposition, the benefits a company can derive from using e-commerce. شو أنا حتعود علي استخدام الإيكوميرس شو أنا حتعود علي استخدام الإيكوميرس في الشركة، شو البنفيتس العائدات اللي رجع علي، شو الخصائص، شو المزايا اللي حكتسبها لما أدخل الإيكوميرس على البزنس موديل تبعي. تمام، طبعا لازم نحدد كمان الفانكشنز للبزنس موديل، شو الفيتشرز. انت ككاستمر لما بدك تفوت على التطبيق او بدك تفوت على الموقع تاع المتجر الالكتروني شو الاشياء اللي انت لازم تعملها عشان توصل لشغله معينه حكينا ريفينيو موديل لازم يكون موجود في الريفينيو موديل، لازم يكون موجود عندنا في العمليات، سواء بنحكي على بزنس على ارض الواقع او عم نحكي احنا على الاي كوميرس. تعالوا نشوف في حاله الاي كوميرس، تمام، في حاله الاي كوميرس ايش في اشياء ممكن ترجعنا ريفينيو على الكومباني. ترانزاكشن فيز موديل، ترانزاكشن فيز موديل، كوميشنز بيد اون فوليوم اوف ترانزاكشنز. شباب صبايا، هلا انا لما بدي انا موقع واشتريت بوابه الدفع وركبتها عندي على موقع او على متجر الالكتروني او على التطبيق تبعي، هلا هاي البوابه الدفع اصلا هي برضو حاجه الكترونيه معموله، يعني في ناس بارتنرز شيب معايا راح يعملوا بوابه الدفع، انا اخذت منهم اشتراك عشان اخدم او اوفر هاي الفيتشر للكاستمر تبعوني في تطبيقي. كل عدد معين من الكاستمر البوابة الدفع بتاخد مني مبلغ معين، تمام؟ فأنا كل ما زودت نفترض أنه مثلا كل 10 عمليات مالية بدها تصير عن طريق بوابة الدفع $100، بس كل 100 أو 1000 عملية مثلا تصير ب90 ب80، تمام؟ ففي هاي الحالة أنا بصير متشجع إني أنا أزود الترانزاكشنز تبعت اللي بدها تصير عن طريق، أزود عمليات البيع والشراء اللي بدها تصير عن طريق التطبيق أو الموقع تبعي، بحيث إنه تقل علي الكوميشنز أو الضرائب أو كيف نسميها، أو تقل علي سعر بوابة الدفع الرسومي لازم أدفعها، تمام؟ وطبعا معروف انه كل ما زادت المبيعات كل ما زادت الارباح، subscription model fixed amounts are charged usually monthly. subscription model هلا هذه كيف بدها تصير، انه يكون في عندي اشتراكات، يكون في عندي اشتراكات شهريه، تمام؟ يعني في transaction fees model، transaction fees model انه ايش بتشتري ايش بتدفع زي المتجر العادي. حاليا يمكن بعضكم مر عليه بعض الشركات اللي عم تعمل ماركتينج بتقول لك تعال انا بعطيك متجر، خذ منتجات من عندي سوقهم في متجرك وبيعهم، بس تبيعهم تعطيني الفلوس تبعتهم. هذه انواع المتاجر صارت عن طريق سبسكريبشن موديل، انك بتدفع اشتراك شهري ثابت. إذا أنواع الريفينيو مودلز اللي بتصير عندنا أو الطرق اللي ممكن ترجع فيها الإيرادات أو الأرباح للشركة، أول نوع في عندنا الترانزاكشن فيز مودل. ترانزاكشن فيز مودل كيف يعني؟ قديش بتشتري قديش بصير في عندك عملات قديش بتربح. في عندنا السبسكريبشن مودل إنه بيكون الاشتراك في الموقع تبعي عن طريق اشتراكات شهرية، يعني بتدخل باشتراك شهري مثلا، وهذه بالعادة بتصير في التطبيقات اللي بتبيع خدمات، يعني خدمات الاستشارات النفسية من ضمن تطبيقات صارت تطلع جديد، بتدفع كل شهر مثلا مبلغ، بيطلع لك مثلا في بالشهر 4 أو 5 أو 6 أو 7 جلسات عن أونلاين ممكن إنك أنت تفوت فيهم، تمام؟ زي الهوستينج، الاستضافات هذه برضو اللي بتصير تعتبر إي كوميرس. أنا لما بتيجي تشتري منا أنت استضافة وبتدفع بشكل سنوي وبتدفع بشكل شهري، هذا يعتبر سبسكريبشن موديل، إنه في عندك اشتراك راح يفوت، سواء استفدت من خدماتي ما استفدتش من خدماتي هذا إشي بيرجع لإلك، بس أنت دخلت معي بنظام السبسكريبشن موديل. في عندي الادفرتايزمنت موديل، اللي هي المواقع اللي بتلاقوا فيها إعلانات كتير. انتوا بتقولوا انه كيف بتربح المواقع هاي، المواقع هاي بتحط اعلانات، كل اعلان بيتم الضغط عليه من خلالها بتاخذ مقابل مادي حتى لو بسيط، فبصير الموقع اللي عنده زباين كتير كل ما ضغط على الاعلان صار في عنده عائد بصير معه. اذا في عندنا الادفرتايزمنت موديل، ان انا اكون عامله موقع اعلاني او ان احط جانب للاعلانات في الموقع تبعي،
في عندنا الافي لايت موديل. الافي لايت موديل شباب انه commissions for referring customer. انا ممكن اكون الموقع اكس وفي عندي موقع واي، تمام، موقع اكس وفي موقع واي. بقول للموقع واي اذا بيجي موقع واي بقول له موقع اكس اذا سمحت لاني اعرض منتجاتي عندك بصير بتاخذ عموله عنهم، بصير بتاخذ عموله على المنتجات اللي بتنباع من خلال موقعك. فبصير الكاستمر اللي بفوتوا على موقع اكس ممكن يفوتوا كمان على موقع واي عن طريق المنتجات، عن طريق الاعلانات وهاي الامور. فايش بده يكسب؟ والله موقع واي ايش كسب هيك؟ موقع واي كسب انه صار في عنده كاستمر جديده. طب موقع اكس شو كسب؟ كسب انه كل ما يعني صار في تجيله ارباح وايرادات بشغله هو مش تعبان فيها، مجرد الكاستمر، مجرد انه عمل اعلان لموقع واي وبيعرض منتجات واي مثلا عنده في جزء معين بموقعه، الكاستمرز اللي بفوتوا عنده صار يفوتوا عنده، كل عمليه شراء وبيع بدها تصير من خلال انه هذا الزبون اجى من طرفي بياخذ على باخذ عليها انا شو عموله. زي نظام المبيعات الموجودين عندنا حاليا مثلا شركات الانترنت، اي واحد بيجي بيحجز خط انترنت من خلالك بتاخذ عليه مبلغ معين. في عندنا السيلز موديل. السيلز موديل اللي هي اللي بتصير من عمليات البيع والشراء، اللي بتصير من عمليات البيع والشراء، انك بتشتري مني بضائع انا بكون في على سعر البضاعه هذه هامش ربح معين، كل ما اشتريت انت كل ما انا ربحت، كل ما اشتريت كل ما انا ربحت. هذا الموديل الخامس. اذا في عندنا 5 مودلز. Transaction Fees Models، إنه كل عمليات ما زادت عمليات الشراء والبيع كل ما زادت الأرباح تبعتي. Subscription Model، إنه بتصير فيها عملية اشتراكات شهرية Fixed Amount or Charge Usually Monthly، في رقم ثابت بيتم دفعه بشكل شهري. في عند Advertisement Model، إنه في Payment بتصير عن طريق مين؟ عن طريق Advertisers، يعني ناس تيجي بتعلن في موقعي وأنا بستفيد مقارنة مبلغ بالإعلان هذا. فينا الافيلايت موديل. الافيلايت موديل اللي هي ان في كاستمرز بصير عملت اكستشينج بين المواقع للكاستمر وبصير في كوميشن على هذا التبادل اللي صار عندي. في عندي السيلز موديل، انه ريفينيو فروم سيلز اوف جودز اور سيرفيسز، اني انا ببيع منتجات او خدمات في الموقع تبعي ومن هاي الحاله او بهاي الطريقه انا بربح، بهاي الطريقه انا بهاي الطريقه الموقع او المتجر تبعي بيربح. في مجموعة بزنس موديل هيك شوي يعني مشهورين بنتعرف عليهم كمسميات. في عندنا الاونلاين دايركت ماركتينج. اونلاين دايركت ماركتينج اللي هي المواقع العادية اللي انتم بتشوفوها، انك بتفوت بتعبي هالسلة تبعتك وبتدفع السعر تبعها. تندرج او بيدنج سيستم. تندرج او بيدنج سيستم، في متاجر الكترونية بتبيع على شكل مزادات. المزاد هو نظام بيع وشراء، بس بصير عملية إيش؟ مزايدة على الأسعار. حنتعرف عليه هذا السيستم بشكل مفصل أكثر في الشابتر الثاني. في عندنا الإلكترونيك ماركت بليسز أند إكسشينجز. إلكترونيك ماركت بليس أند إكسشينجز اللي هي إنه بيكون في عندي مثلاً الخدمات تبعته اللي ببيعها، الجودز تشبه أكثر الماركت الواقع اللي موجود، يعني كأنك عم بتفوت في بتلاقي أقسام، بتلاقي في تصنيفات، كأنك فايد على سوق موجود على أرض الواقع. في عندنا الفيرال ماركتينج وفي عندنا الجروب بيرشيسينج. الفيرال ماركتينج والفيرال ماركتينج انه بكون في عندي موقع بس انا فعليا ما ببيع منتجات، انا مجرد ان انا بسوق للمنتجات هاي وبتيجي الناس تشتري من خلالي. الجروب بيرشيسينج اللي هي عمليه الشراء بشكل جماعي، عمليه الشراء والطلب بشكل جماعي، عمليه الشراء والطلب بشكل جماعي. خلال هذا السلايد شباب صبايا تعرفنا على الاي كوميرس، مفاهيمها، تصنيفاتها، فوائد الاي كوميرس، شو البنفيتس اللي بتعود على الاورجانيزيشن لما تتعامل مع الاي كوميرس. شفنا البزنس موديل، شفنا الديجيتال ايكونومي، ديجيتال سوسايتي او ديجيتال والسوشيال كاستمر، شفنا شو الخصائص تبعته، شفنا شو الليميتيشن او القيود اللي ممكن تقيد الليميتيشن او القيود ممكن تقيد عمليه الاي كوميرس باشهرها هي الايثكس. الايثكس او خلينا نحكيها بشكل ثاني الثقافه. يعني كمثال عندكم قطاع غزه مش كتير منتشره في عمليه اونلاين بايمنت او عمليه الاي كوميرس، لانه ثقافه الناس عندنا مختلفه شوي، بترك لا والله انا بحب اشوف بنفسي، اشوف بايدي. حتى الأشخاص اللي بيفتحوا صفحات وبيفتحوا متاجر بتحسوا إنهم مش واثقين كتير بالكاستمر، فبقولك لا والله إذا أنت دفعت ما فيش مجال ترجع لي، أو ما فيش مجال إنك تعين البضاعة وترجع، لأنه
كثقافة مجتمع منتشرة إنه إذا ما عجبنيش فخلاص حرجع لك إياه، بدون ما يفكر شو عواقب هذا الموضوع على بدون ما يفكر شو عواقب هذا الموضوع على صاحب المتجر أو صاحب الموقع. هيك بنكون خلصنا الشابتر الأول، ونشوفكم إن شاء الله بالشابتر الثاني.